يلي عم بيصير بالبقاع الشمالي سبق وصدر كقرار اتهامي بالعام 2016. القاضي نجاة أبو شقرة كشف التفاصيل المخطط، وهو السيطرة على عرسال واحتلال كل القرى الشيعية والمسيحية بين عرسال والقاع. المخطط هدفه أخذ رهائن من كل هالبلدات ومن الجيش اللبناني ومن حزب الله لأرباك الجيش، والضغط على الدولة اللبنانية وإعلان إمارة إسلامية بجرود البقاع الشمالي. اللافت أن النصرة وداعش المختلفين وين ما كان كانوا متفقين على مخطط احتلال هالمنطقة. أبو مالك التلي مسؤول النصرة انهزم بالمرحلة الأولى للمعركة، وبالمرحلة الثانية جاي دور مسؤول داعش موفق أبو السوس، حيث الجيش اللبناني عم يستعد لاستئصال سوسة الإرهاب نهائيا من جذود السلسلة الشرقية. شو رأيك باستئصال نهائي؟ رح نتوصل إلى هذه المرحلة؟ برجع بكرر اللي قلته من شوي، تقدير الموقف يعود إلى القاضي العسكريين الموجودين على الأرض فوق، وسائبوا من الأصدقاء، وأنا بحييهم من هون، ما قلنا حق نسميهم، عندهم خبرة قتالية مهمة، كلهم مصابين حرب، بيعرفوا قيمة الشغل، بيعرفوا قيمة العسكر، بيعرفوا قيمة الناس، وبيعرفوا الاحتراف، شباب محترفين، وفي وراهم قيادة جيش فتية عندها خبرة قتالية، عندها ثقافة عالية. بعتقد هالعوامل كلها المجموعة مفروض تؤدي إلى النصر في حال حصلت المعركة. شو في حال لا بعده مشروع، لأنه إذا قدرنا نوصل للنتيجة بدون المعركة بنكون ربحنا. صحيح. بس كنت بلشت حديثك أنه داعش يستمر في المعركة حتى النهاية. مزبوط. كيف يمكن الله يخوض معركة 100%؟ هو بقرر، ما بعرف، أنا مني عند داعش، بس في كتير محلات داعش ما قتلت، ولكن بالمدن قتلت. في كتير محلات رفضت القتال حفاظا على المقاتلين. صحيح. وفاجأت القوى اللي عم تهجمها بهجومات بأماكن أخرى. هيدي تكتيكات لداعش، اللي عم بيراقب بيعرف تماما انه جماعه دائما بيفاجئوا باللي ممكن يعملوا، لذلك ممكن يصير في عمليات ارهابيه لنا. ولكن بس بحب اقول شغله استاذ وليد، لانه قلت اشياء كثير. موضوع انشاء الامارات من قبل داعش ومن قبل النصرة غير مستغرب. هيدي استراتيجيه اسامه بن لادن بعد ما تخلى عن استراتيجيه قلب الحكومات العربيه، لجأ الى استراتيجيه تاليف الامارات وجمعها تحت خلافته هو. إنما سبقوا شو اسمه أبو بكر البغدادي، والعالم الإسلامي السني ما بعتقد ماشي بهالنظرية نهائيا. وبالتالي هيدا غير مستغرب. وبس بس أكيد إذا بدو يعملوا إمارات ما رح تكون إمارات متحدة، رح يعلقوا بعضهم، وأساسا علقوا بالجرد عدة مرات. صحيح. ورايح اطلب من بعضهم كثير. طيب مدامني عندك بدي أقرأ توضيح من رئيس بلدية القاع. نعم. الأستاذ بشير مطل، لأنك عقبت على ما قاله، بيقول الأستاذ بشير: ما قصدته بحديثي عن أن الجيش من المرات النادرة التي يقوم فيها بتحرير بقعة من الأرض اللبنانية، وذلك بأخذ المبادرة بالتوقيت والوضوح بالقرار. نعم. الحاسم الذي يجمع عليه كل اللبنانيين، وليس تناسي المعارك والعمليات البطولية التي قام بها الجيش والتي نفتخر. بدي أوضح شغلة كتير مهمة هون. بالنسبة للتوقيت، معركة نهر البارد فرضت علينا من بعد 29 شهيد بكم ساعة. صحيح. معركة عرسال واحد هن فرضوها، فرضت علينا. معركة جرد القاع وجرد راس بعلبك كمان فرضت. هلأ التوقيت من هلأ ورايح بإيدنا. ولكن هاي المعركة يمكن لو ما صارت معركة النصرة ما كنا نحن وقتناها. التوقيت يعني هلأ قديش قلوا الإعلام عم يحكي عن استعدادات، هذا يخالف كل القواعد العسكرية. بس كمان بالنسبة لمعركة حزب الله مع النصرة كمان تكلم أسبوع وأسبوعين، لأنه حزب الله أساسا هو حكي مع الإعلام إنه عم يفوضهم قبل المعركة. صلح لي إذا أنا غلطان. وعم يجرب يسحبهم. سيد نصر الله طلع وقال، قال لهم هيدي فرصة أخيرة. سيد نصر الله وقبله في الإعلام حكي عن لسانهم،
مش مش انا انا كنت اول من تحدث عن معركه جنوب الهلال. فاذا الاستعداد للمعارك العسكريه بهالحجم هذا يفترض عدم الثرثره الاعلاميه. انفرضت علينا اليوم، بعدني بقول علينا، انا ضابط وضابط لاخر حياتي، انفرضت علينا هالمعركه. ومن هلا ورايح صارت توقيت بايدنا، بس مش نحن وقتناها اليوم، ما حدا بوقتها بنص الصيف عبواب خريف طقس كتير قاسي فوق، هذه بتتوقت بغير 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 ترم. على كل حال رح ارجع معكم تنهي هذا الحوار، بس بدي ارجع انتقل الى استوديو باسم الشعب مع زميلنا سام. سام يعطيك العافية مرة تانية، يا ريت بتحطنا كمان بآخر الأجواء فيما يتعلق بالتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا بدي بلش بسؤال من حمزة مشاك. إذا الجيش خاض معركة القاع وجرد بعلبك ومع الأسح اللي حل معه خسر المعركة، من مين بنطلب المساعدة وشو ردكن على السؤال؟ يعني ما فينا نفترض هذا سؤال، ما هيك جنرال، انه كثير افتراضي. هذا حكي اعلامي. داعش سيطرت على مخازن للجيش السوري مع صواريخ كورنت، حزب الله بيعرف صواريخ الكورنت مش موجودين غير مع الجيش السوري، ضربونا كورنت على مدرعاتنا عده مرات، معناتها مش لا اسرائيل ولا امريكا ولا غير امريكا، في معهم اسلحه امريكيه مزبوط، حاصلين عليها من المعارضة السورية وحاصلين عليها من مساعدات أمريكية إجت للمعارضة السورية أساساً. واشتروا مصاري بمصاري خليجية سلاح كمان. مصاري خليجية مني أكيد، لأن دول الخليج في اتهامات بين السعودية وقطر متبادلة عبر الجزيرة والعربية. هاي الاتهامات الإعلامية شيء، والواقع شيء تاني. اليوم إذا بتطلع على عدد الهجمات اللي قامت فيها داعش داخل المملكة العربية السعودية وداخل الكويت وداخل اليمن وفيها الدول هاي، ما بعتقد حصار قطر عنوانه ان قطر هي الممول الاساسي. استاذ علي عم شط على الموضوع الاساسي، انما للنصره. طيب. النصره الوساطه معها كانت قطريه بمرحله. طيب. ما وكلكم بتعرفوا جدد بعد عندك شيء تقول بالنسبه للسؤال الاساسي اللي طرحه سؤال. نعم. افتراضي يعني بدنا لا من مش واقعي. عظيم. سام عن جديد معك، يلا. بتوجه لأستاذ علي هالمرة، جايك تحيات كتير، بس عندي سؤال لك. إذا الأستاذ علي حريص هالقد على الأراضي اللبنانية وحريص على المتورة اللبنانية، ليش بعد ما حررتوا مزارع شبع لهلا؟ هلا هذا سؤال افتراضي. على كل حال الشباب لا جاهزين. لا هذا سؤال واقع. أنا رح أقول له الشباب جاهزين وهمتهم يخزي العين عنهم، إيدهم مالحة، حسموا معركة ب 48 ساعة. فلتتخذ الحكومة اللبنانية قرار بفتح على بكره اذا عملنا معركه بمزارع شبعه، بتطلع مثل ما احدهم طلع يحلل انه انطلاق معركه جرود عرسال بهذا الوقت الهدف منها التغطيه على ما يجري بموضوع القدس. بيحملوا قرار للمقاومه بتحرير مزارع شبعه؟ ما بعتقد. مين كمان قال انه اللي صار عم بيصير بالقدس تغطيه على 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 عرسال؟ يعني انه العملية متبادلة. لا فيرا يمين طلعت، زميلتنا فيرا يمين طلعت قالت هيك بكل بساطة، قالت هيدي تغطية للتكفيريين. ما بعرف. بس يعني بهذا الموضوع بيصير في شطحات يعني. سام عن جديد كمان يعني معك. عندي من خليل يموني عم بيقول: يا خوفي يكون الحزب ربح المعركة السهلة برات لبنان وترك المعركة الكبيرة والحقيقية على عاتق الجيش اللبناني. هيدا سؤال من خليل للجنرال خليل. شو هلا اذا بدي اطلع جاوبت عليه السؤال، قلت له العدو الذي نواجهه في جرود الشماليه مختلف تماما عن العدو الذي واجهه حزب الله. هلا مش معناتها ما بدي سيس، انا عسكري في عندي واقع بدي اتعامل معه. صحيح. ما بدي اقعد وانا بقول له احكي عنه، وانا بقول له نقلا عن قاضي ميدانيين في حزب الله، شو بيعوز الجيش بالمعركه جاهزين وقدامه. سام اجمالا بقوه الاسئله بنفس الاطار، ما زال الشباب جاوبونا على هالاسئله، يعطيكم العافيه وثانك يو. شكرا لك على كل يعني المرتين يلي تواصلنا فيه معك، لانه بالنتيجه طبعا انه كان في اغناء للحوار من خلال هالاسئله للمشاهدين. بدي ابدا الختام معك استاذ احمد، ماذا تتوقع بالنسبه الى الايام المقبله؟ شو التداعيات السياسيه المتوقعه خصوصا بعد معركة جرود عرسال؟ يعني وين رح يصرف حزب الله ما تحقق على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الميداني؟ أنا بدي إشارة بين مزدوجين، أنه في بعين الحلوة مجموعة طلبت الخروج من المخيم، هذا الأمر بعده حتى الآن ما بين أخذ ورد. نحن يعني حرصا على المخيم، حرصا على الجيش، وحرصا على الجميع، نتمنى انه هذا الامر يروح بالاتجاه الايجابي، بمعنى انه هول الناس يطلعوا ما
مثل ما طلع أبو مالك التلي، لأنه الاتهامات اللي موجهة لأبو مالك التلي يعني تقريبا أكبر بكثير من الاتهامات الموجهة لهؤلاء اللي هن بالمخيم. وطبعا عم نحكي هون على شيء محدد، هاي المجموعة مصدر قلق شديد لأهل المخيم، يفترض أنه يلتقى مخرج، والمخرج الآن هذا وقته. بدي أقول بشكل عام أنه نحن بدنا نروح على روحية الحوار الحقيقي. الحوار الحقيقي بده ينطلق من زاوية أساسية، اللي هي أنه حزب الله بده يحدد موقفه، هل هو فوق الدولة أو مع الدولة. إذا مع الدولة هو إيه؟ إنه مع الدولة إيه؟ بده يروح على محل، بده يروح على محل. أولا مشاريعه الخارجية ما فينا نتحملها نحن بلبنان، هيدي المشاريع اللي حكينا عنها بالتفاصيل ما فينا نتحملها. بده يحدد فعلا شو الموقف الداخلي، هل حينسمح بحياة ديمقراطية حقيقية في البلد أو لا، لأنه نحن شفنا أنه عدة مرات بمحطات كتير كبيرة ربحوا الانتخابات وحكموا، طبعا ما بيصير، وعند اللزوم بيصير سبعة أيار وغيره إلى آخره. هذا المسار بالحياة السياسية، هذا المسار بالحياة السياسية ما فيهم اللبنانيين يستمروا فيه بهالطريقة أبدا أبدا. واضح. بدي أقول بس نقطة أخيرة، أنه نحن ندعو إلى مبادرة حقيقية في الساحة السنية، لأنه شايفين في خلل خطير جدا. وأنا ما عم بدعي السياسيين هون أبدا أبدا، أنا بدي أدعي الشباب المدني المسلم المستقل أن يتحرك لتلافي خطر شديد نحن عم نعانيه على المستوى السياسي والتنموي. سقوط كامل يا أستاذ ولي، نحن أمام الطائفة. سقوط كامل. إيه طبعا للطائفة. خليني أخذ هالاتصال من أستاذ ريشارد شيخاني وبرجع لك أستاذ علي. مساء خير أستاذ شيخاني. الله معك. الله معك أستاذ ولي، وتحياتنا إلى زحلة. خلي لي قلبك كلك ذوق. الله يخليك. زحلة عطول هي موجودة لحتى تفرفح حلوب الناس. شكرا لك، تفضل. صراحة أنا حابب أعمل مداخلة تغيير كتير، ما حدا يفهمني غلط. أول شيء بس حابب أقول العميد حبيب القلب أنه بدنا نعرف نحدد الشباب اللي ماتوا هني قتلة ولا شهادة. يعني أول شيء مني أنا بالنسبة لي أنا عم يسألك جنرال، الذين سقطوا في من حزب الله هم قتلى أم شهداء تعتبرهم؟ هلأ عم بيحطني بموقع، أنا رجل عسكري نشوي. أنا ابن دولة. ما عمالك ما تشتك يا حبيبي، ما تحكي معي. أنا ابن دولة، أنا بالنسبة لي بالمفهوم القانوني الشهيد هو عسكري. استاذ هشام اسمح لي، سألت سؤال خلينا نسمع جوابه. الله بيعتبرهم شهداء، هذا حقه. القوات اللبنانية عندها شهداء، هي بتعتبرهم شهداء. الكتائب عندهم شهداء، كل العالم عندها شهداء. أنا عندي شهداء الجيش. هوني واضح. أوكي. أنا بكل صراحة ما عنديش أي مشكلة، بس أنا بنحني لشهداء هودي الشباب المقاومة اللي قاتلت ودفعت دم كرمال لتبقى هالمنطقة اللبنانية، إن كانت بأقصى أقصى أقصى عرفان أو أقصى أقصى راس معلبك أو القاع أو المهنادك. يعني مش ناطرين نحن يحطوا علم داعش على سيدة راس معلبك لحتى نصدق إنه في داعش. يعني بعد في لهلأ بعد في ناس أستاذ وليد مش مصدق إنه في داعش. هاي واحد. اثنين، 40,000 نقطة دمرت من قبل القوى اللي بسميها القوى الغربية. يعني أنا التاريخ اليوم ما بعرف من هي القوى الغربية اللي بيحكي بأمريكا ولا مهنادك. يعني يكبوا هون باراشوت فيها صندوقين سلاح، وهونيك يكبوا لهم 10 باراشوت بتاني مايل. يعني عن جد مش عم نفهم الأمور. يعني أنا بدي أقوله هودي الشباب اللي قتلت وقدمت كل شيء، أكتر شيء عم نطلب منك انه نسميهم شهداء. ممكن الجيش اللبناني، اول شيء من وجهه تحيه للجيش اللبناني يلي هو عراسنا، عراس كل العالم، وتضحيه الجيش اللبناني الجيش بايده وكل الشهداء. بس نحن ما فينا نضل ناطرين انه هلا هجموا وهلا ما هجموا. من يومين وقفتوا على مخيم فجروا حالهم بالجيش، قامت القيامه على تحقيق صار، وبعدنا لهلا عم نعاني منه تحقيق بسيط جدا. يعني قصه انه كيف ماتوا الاربع ارهابيين ضغطوهم. شكرا لك، بتصور توضحت الصوره. استاذ علي بدك تجاوب على اللي طرحه استاذ احمد. بدي مع الدوله او فوق الدوله حزب الله؟
مع الدولة واضح جدا. هلا موضوع قطاله في الخارج هذا موضوع مشاريع خارجية مش مشاريع خارجية، في مشروع عم يسقط بدك تتفهم انه هذا المشروع عم يسقط، في ناس بتضلل في ناس بتستفيد. معلش ما عم بحكي انا طيب ايه ما اعطيتك ولا مره، هلا رح يجي دورك بتكمل. لا ما بقى عنده دور، خليني اكمل لك لا اخذ وقتي رجاء رجاء. انا اللي بدي اقوله اليوم باختصار رد على اللي قاله استاذ ريشار، يا استاذ ريشار هودي الشباب شهداء وهودي دافعوا عن ارض لبنانيه وما ناطرين من حدا ابدا يقول عنهم شهداء او منهم شهداء، كلنا واضحين. انا لدرجه انه بعتز بهودي وقلناها سابقا وجعتنا راسنا كتر ما رقبتنا كتر ما رفعوا راسنا، نحن فخورين انه يسجل في تاريخ هؤلاء الشباب اللي اسمه حزب الله انه هن اول مين وجه هزيمه حقيقيه لاسرائيل، واليوم صار في يكتب لبنان بفضل دماء هؤلاء الشهداء نحن هزمنا تنظيم القاعدة. اثنين تخيل إيمان هؤلاء الناس بهذه المعركة وبأحقية القتال في هذه الأرض والدفاع عنها، أنه بيتصل في امبارح بي أحد الأسرى بيقول لي يا أستاذ إذا كان المطلوب إخضاع الدولة اللبنانية وإخضاع المقاومة بشروط لناس مهزومين بدهم يركبوا على بكرة الصبح بالباص أنا ما بقى بدي ابني ابني نهائيا. واخر شيء بدي اقول يا اخوان في قطار حل وفي باص اخضر، اللي بده يطلع بقطار الحل تعال نروح كلنا سوا على حل، واللي مصر شوفوا المشهد حل مش بباص حل اخضر مش طهر. هذا الكلام جد على اول يا حبيبي تنظيم انت هذا الكلام تخوين لمين هذا الكلام لكل واحد مؤمن بداعش وبالنصرة بده يركب شو خص اللبنانيين في هذا الحكي يا حبيبي انت ليش عم يزعجك يا اخي ليش عامل حالك انت محامي عنهم يا اخي انا محامي عنهم داعش والنصرة وكل من يؤمن فيهم بده يركب بباص اخضر انتوا عم تقولوا تيار المستقبل داعش والقوات اللبنانية وسنرجعجع لازم يطلع بالباص شو هالكلام هذا كلام. يلا سمي لي شو هالكلام سمي لي هلا بيقول لي على تويتر وعلى الفيسبوك يا حبيبي لا لا كل واحد يدافع عن داعش والنصرة هو داعشي وهو مين نصرة. اللي دافع عن النصرة فؤاد السنيورة شوف لي البيانات تبعه شوف لي بيان كتلة فؤاد المستقبل فؤاد دافع عن داعش القرار اللبناني اي قرار لبناني شو هالكلام اي قرار لبناني القرار اللبناني بترك عناصر الجيش اللبناني محبوسين بالجرود هذا الخط الممانع يلي عم بيقول في الطريق الى القدس سوريا كانت تحت سيطرته والعراق فات تحت سيطرته بالدبابة الأمريكية ولبنان تحت سيطرته ولا مرة توجه على القدس إلا بالأمر الواقع اللي صار عندنا آلاف الشهداء إلا بالأمر خلينا آلاف الشهداء بعد دمار الموصل خلينا مثل ما دائما يعني بالنتيجة سميلي بمشروعك السياسي بهدوء غير قصف اليمن والعوامية السعودية الحوار يجب أن ينتهي بهدوء من هيك رح ننهي مع العميد حضرة العميد تنجمل هذا الموضوع على لبنان الصيصة. لا يمكن لفريق السيطرة على فريق آخر بالسابق في فريق مسيحي حاول يسيطر فشل في فريق آخر حاول يسيطر وفشل واليوم السيطرة على الآخرين لا تجوز يا عزيزي يا عزيزي يا عزيزي يا عميد مين عم يسيطر سميلي لخي ما خلصت خليني خلص وبأمرك أنا لا يمكن انت موافق معي انه ممنوع هذا يسيطر على الثاني وتعاطي حزب الله وفق هذه القاعده انت موافق معي اكيد انا اكيد موافق انا محسومه تقدر اوثق بالافرقاء كلهم اليوم في الجدال اللي صار بينك وبين الاخ وانا يمكن كنت فريق ببعض الاوقات الجدال اللي صار دليل انعدام الثقه بين الافرقاء اللبنانيين صحيح ما نتخبى وراء اصبعنا ما في ثقه في كثير كلام ايه اكيد ما في هيدا مشكل معسول صحيح. ونحن مع الوحده الوطنيه وقت بنكون قاعدين بغرف مغلقه بنحكي حديث معاكس صحيح صحيح اذا بدنا دوله بدنا نعيد بناء الثقه اليوم في شعور بالانكسار بالطائفه السنيه قال لك ايه انا عم بسمعه وحضرتك يا خي خليني كفي الله يرضى عليك قلي لا يا استاذ علي ما عاد في مجال نطلب بس كمل كمل لا بس قلي ليه خليني خليني كفي ليش ما بدي ليش عم بقول لك شاعر الزلمه انه مدعوس هلا انت مش صح لك يا خي خليني كفي يا عبيد ما فيك تقول فكره يا خليني كفي اذا بتعمل فيها يا استاذ علي استاذ علي يا خي استاذ علي خليك سكتني بالاخر بس اذا بتريد تفضل تفضل الطائفه الشيعيه الكريمه بتاريخ لبنان لم تعطى حقها بكتابة التاريخ مساهمتها ببناء الدولة اللبنانية أهمل وجبل عامل أهمل
اجت فرصة إقليمية عطتها للطائفة الشيعية من خلال حزب الله أن تطلع على الوجه وأنه يصير عندها سطوة بالدولة اللبنانية استفادت منها. صحيح. ولكن التجربة اللي خضتها الطوائف الأخرى ويلي فشلت فيها لازم نواجهها. في بعد لبناني لحزب الله لازم ننميه. أما البعد الإقليمي فمضر. لانه ساعتها كل واحد بده يقعد يفتش على بعض اقليميه ثانيه وما بنخلص. لا ما عاد في وقت. يا اما بدنا نبني دوله ونعيد بناء الثقه بين بعضنا، يا اما بدنا نضل هيك. تنضل هيك هذا مستحيل. لا انت اولادك فيهم يعيشوا بهيك بلد ولا انا اولادي فيهم يعيشوا بهيك بلد. بعطيك حق الجواب لانه بالنتيجه كان كلام بدنا نقول انه كلام تسوي بين الامور. وختاما كلمه صغيره، وختاما ربع كلمه، متقاعدي القوات المسلحه اللبنانيه يلي اليوم رفاقهم بالخدمة الفعلية عم بيخوضوا معارك وعم بينفذوا مهمات، ظلموا بسلسلة الرتب والرواتب. صحيح. يطلب صح. من المسؤولين انه يتفضلوا يرجعوا يعيدوا النظر ويعطوهم حقوقهم، لان اكلوا حقوقهم بالرغم من كل الحديث اللي سمعناه بالاعلام من قبل المسؤولين. شكرا لكم على الحوار. كمان بتشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعتنا الحلقة بموضوعية. طبعا اللقاء يتجدد الاربعاء المقبل. تصبحون على الف خير.